لم تكتفي الأحزاب المسلطة على العراق والعراقيين ولم يرتوي ظمأها حتى الساعة، لا زالت تحاول كسب كل شيء. قانون الانتخابات، الدوائر المتعددة، وبسبب جهودهم الحثيثة في نيل قسم كبير من المقاعد في الدورة القادمة لم يرى النور حتى الآن. المطالبة بتغيير الجذري في قانون الانتخابات أدى إلى انعكاسات السياسية وحتى من قبل الكتل السياسية، لأن هذا النموذج الجديد في قانون الانتخابات أو نظام الانتخابي الأحزاب ما عندهم أي سيطرة أو ما عندهم أي تجربة معه، فيريدون يتأخروها. السبب الأول تأخير على قانون الانتخابات هو ما يريدون يسوون الانتخابات المبكرة، هذا واضح واضح يعني. الثاني ما يريدون هذا القانون يمشي، يعني الدوائر المتعددة، فهذا سبب التأخير. وأنا ما أصور رح القانون رح يمر بشكل بسهولة إذا ما يجي ضغط مثل ضغط الأكتوبر السابق. ثمرة التظاهرات والحراك الشعبي الأخير تحاول قطفها الأحزاب المتمسكة بمقاليد السلطة في العراق. العملية السياسية ترتمي بأحضان الأحزاب التي أنهكت العراق لسنوات طوال. قانون الانتخابات يجب أن يمرر بكل التفاصيل، سواء كانت دائرة واحدة، العراق دائرة واحدة، دوائر متعددة، يجب أن يمرر. وهذا القانون احنا أقررناه في الجلسات السابقة، بقى فقط مسألة الدوائر. أتوقع في الأيام القادمة سيكون هنالك توافق سياسي ما بين الكتل السياسية وأيضا النواب وكذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. إذا لم تتوحد الرؤى حول مستقبل العراق، وإن لم يوضع المواطن العراقي في أولويات اهتمامات الكتل البرلمانية، فستكون نتائج هذه العملية السياسية كسابقاتها. كالسنوات السابقة لن تتغير المعطيات ولا النتائج. جلسة برلمانية قرب عمرها أسبوعا كاملا دون تمرير ما عقدت من أجله. قانون الدوائر المتعددة خلق خلافات متعددة أدخلت العملية السياسية في دوامة أزمات جديدة. من داخل بناية مجلس النواب، محمد فراس، قناة التغيير.